ثواني يا اوبا. لا حول ولا قوه الا بالله. اخوكم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العم ميدو. يا نهار ابيض، الجو ماله متلج كده. وحلقه جديده النهارده في لعب لونج درايف. في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. مسو صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك طيب. الحلقه اللي فاتت زي ما انتم شفتوا الكاوتش طار مننا مره، ركبنا الاستيب طار تاني، وبصراحه انا اتضايقت وتعصبت على الاخر، وحاليا انا طالع. ايوه الحمد لله معايا سلاح اهو. اي عربيه ماشيه على الطريق احاول اخد منها الكاوتش بتاعها. ما اعرفش ليه، يعني ايه لازمه العربيه المكنه دي؟ يعني مش فاهم، ده بيتفك منها باب ولا ماتور ولا اي حاجه. فدلوقتي احنا واقفين في البرد ده مستنيين اي كاوتش بس نستعمله علشان نحطه في الباص ونقدر ندخل في البنزينه اللي هناك دي اللي انا بحبها. بس بصراحه الدنيا متلجه، سامعين صوت الهواء؟ يا لهوي والله انا حاسس بالثلج في الحقيقه اصلا. شفتوا انا اخدت برد اصلا، انتوا متخيلين؟ يا نهار ابيض، حطيتوا لايك واشتركوا في القناه. لا يا نهار ابيض، شايفين حتى ايديا بترجف ازاي؟ والله يا جدعان الواحد عنده دور تقمص شخصيات مش طبيعي. تقمصوا معايا الشخصيه، هتحسوا انتم متلجين حتى لو انتم قاعدين تحت الغطا دلوقتي. ولكن احنا دلوقتي مستنيين رجاله التلج. خلاص الحمد لله اختفوا في الكيلو ده، مش عارف هم كان هدفهم ان هم يطيروا الكاوتش بتاعي وبعد كده يختفوا. المهم الحمد لله ما فيش اي حاجه ظاهره. لسه داخل دلوقتي الجيم وقلت هستنى بقى لما يمشوا، ما لقيتش اي حاجه. ولكن لقيت الجردل والمقشه دول. ودول يا شباب لما تيجي تعمل سيف جيم وتطلع وتدخل تاني بيتحولوا للجردل العادي والمقشه العاديه. بد رايح خد يلا ابو الشاص يا ابن ال... ولا اقدر اروح له؟ طب ثواني كده اركب واروح له. مش هينفع للاسف. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ طيب يا نهار ابيض. طب كويس انا تمام، بس محتاج ادخل الحمام. يعني يا رب. شايفين الباص عامل ازاي؟ اقف يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى. سلام عليكم، ازيك يا زميلي؟ بعد اذنك يا اسطى، انت عربيتك دفع كده صح؟ انا هاخد بس الكاوتش ده وانت كمل زي ما انت على الثلاث كاوتشات اللي عندك. هيمشوا لي ان هو دفع امامي اصلا، العربيه بتاعته هتمشي كويس، بس هو اهم شيء ما يدوس بنزين. بس انا هاخده والله. معلش يا اسطى والله محتاجه قوي قوي جدا جدا قوي قوي. يلا مع السلامه، في امان الله يا باشا. السلام عليكم. ما تمشي يا عم الرخم يا عم. المفروض هيمشي بعد قد ايه؟ مش عارف، بس مش مهم، ماليش دعوه بيك. خلاص اهو شفتوا، عيب عليكم. هيمشي وهيوصل وهيوصل اول بنزيمه ويظبط الكاوتش بتاعه، واكيد هو معاه ستبن مخبيه تحت العربيه. ولكن دلوقتي احنا خايفين من الارنب ده. يا نهار ابيض، يا لهوي، اوف، غير متوقع بالمره، والله غير متوقعه. يا الله. طب استنوا اقدر امشي كده؟ خلينا نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اه مشي. طب كويس نمشي بيه يمكن نلحق الكاوتش اللي طار ده. بس الكاوتش اللي طار في الاتجاه ده. لا لا لا، بس ما اهم شيء بس ما نخليش الباص سرعته تزيد، لان هو لما يزيد هيفرق. في منكم قال لي حط التربوهات كتير للباص، مش 3 تربوهات بس، قال لي يمكن 7 أو 8 لحد ما سرعه الباص تبقى قويه جدا او تبقى عاليه قوي. ماشي يا سيدي هنحطها ولا تزعل. اوف. طبعا الحركه دي حصلت ليه بقى؟ قولوا لي ليه. لان دلوقتي الكاوتش طاير. حلو، فالكاوتش طاير عندك فيكس ضمات قدام، فهي هتيجي تنزل هتروح غطسه هتروح مبوظه الدنيا. فاحنا دلوقتي السؤال اين سنجد هذا الكاوتش؟ يعني انا مش عارف صراحه الاقي الكاوتش ده فين. ربنا يستر. بصدق طلقه واحده. مع السلامه يا بلدي. يا نهار ابيض، ربنا يستر والله يا جدعان، ربنا يستر. حبيت اشكركم صحيح على التفاعل والتعليقات الرهيبه اللي جت الحلقه اللي فاتت. والله انتوا ابطال 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 من هنا للسنه الجايه. وحبيت افكركم انا بنزل السلسله دي على القناه الثانيه العم ميدو شورتس، بننزل نفس السلسله ولكن اسمها سلسله تحدي ال 5000 كيلو. حاليا احنا ماشيين بالعربيه النقل يعني، فلو حابب تروح تتفرج هناك ولو عندك افكار يبقى اكتبها لي هناك في التعليقات. بس يعني عشان عايزين برضو ايه، ما نسيبش العربيه النقل في حاله، عايزين برضو نطورها ونظبطها بحيث لما نخلص اللعبه دي خالص، يعني اللي هو خلاص بقى جبنا اخرها من اول، نكون عاملين الافكار كلها في الشاحنه والبص مع بعض، اللي هو يعني ايه خلاص بقى العم ميدو عمل كل حاجه في اللعبه. نفس العربيه بتاعتنا ننزل. ولكن ايه انام ولا ايه الاول؟ انا بصراحه عايز انزل، صراحه عايز انزل اشوف اي حاجه اخدها من جوه، لان بصراحه دمي محروق على البتاع دي. انا سامع صوت ده الواد بيغني. يا نهار ابيض الجو برد. معلم السلام عليكم، انا جيت يا برو. اؤمر. عايز ايه يا معلم؟ طب اسكت بقى، سكتنك بس كده، نقطنا بسكتك بس عشان احنا مش ناقصين. اسكت يا عم، بلا زر ازر كيليو، بلا زر ازر بطيخ عند التنجان يا عم. انت فاضي؟ كل ما اجي ادخل الاقيه بكح، راجل ميت يا جدع. بعدين نفسي افهم السرير ده صغير بس ليه كل السراير الصغيره كلها خضراء؟ نفسي افهم صراحه، انا مش فاهم الموضوع ده. انا حاجه ليه ما اقدرش اخد كرسي من الكراسي الفخمه دي؟ انا محتاجها الصراحه. منكم قال لي يا عم ميدو ما ترميش خنفس؟ بص يا صاحبي، انا لو ما لقيتش مقطوره فهرمي خنفس فعلا. واحد يقول لي ليه انت هترمي خنفس؟ لان حركه تسريع الماتور اللي انا عايز اعملها في العربيه ما ينفعش يكون فيها تور زي ماتور الخنفس كده اللي هو خنفس. موضوع بسيط جدا، ولكن قبلها بس خلينا ناكل. وال البلالين دي جامده، شفتوا زودت لي الدنيا ازاي؟ بس حرفيا الجو متلج.
متلج متلج. خلينا ادخل يا عم في الباص بتاعي واشغل التكييف. يابا اقفل بس الباب كده، شغلها التكييف يا مسهل الحال يا رب. في منكم قال لي بعمل حمام جوه الباص وكده. المهم انا في حاله النهارده اصلا عايز اظبط اوضه الاسلحه الخاصه بينا علشان نقدر نظبط اسلحتنا والكلام ده كله، لان انا معايا اسلحه متبعتره في كل مكان هنا في الباص، يمكن تحت سريفي سلاحين ثلاثه، فعايزين برضو نظبط الدنيا. ايوه كده شغلنا التكييف، خلينا ننام ونصحى الصبح. صباح الخير عليكم يا شباب ويا سلام. بصراحه نفسي ارجع تاني للصحراء، بس في حاجه انا مش فاهمها هنا ومعرفش انتوا لاحظتوها ولا لا. هو ازاي ده مطبخ وهنا الثلاجه وحوض واكل وشرب، وفي هنا مكان للحمام؟ انا مش فاهم صراحه. بعدين هو مفيش الا العربيه البيجو دي. حلو، لان كاوتش الخنفسه ده اللي انا عايزه، لان كاوتش الخنفسه ده هيكون منفوخ شويه عن كاوتش العربيه البيجو، لان كاوتش العربيه البيجو صغير شويه. شايف ده؟ ايوه رفع كده البص سنه. خلينا نطلع نبص نشوف في ايه فوق بالمره. ليه ده طاير على الهوا؟ يعني اقدر اطلع فوقه كده؟ لا ده اتكسر. يا نهار ابيض، ايه ده؟ جواب بليز فيزيت مي لوف مام. او مش ده الجواب اللي احنا بنلاقيه عند البيت؟ وات، هو جالي هنا ازاي ده؟ طيب خليه هنا، يعني بصوا بقى كده كويس كده 100 100 احنا لقينا الجواب ده، كاننا بقى رايحين لامنا وكده، عشان ان شاء الله لما نوصل لنهايه السلسله، نهايه السلسله طبعا هتخلص لما نوصل لنهايه الطريق ان شاء الله، ده لو فعلا كلامهم حقيقي يعني نهايه الطريق موجوده وكده، يبقى ساعتها الجواب ده خلاص كده، يبقى بقى كاننا بقى وصلنا لامنا ومش عارف ايه. هنشوف يعني نهايه الطريق ده. انا بصراحه متحمس جدا ان انا اوصل لنهايه الطريق ده، مع ان لسه قدامنا يو كتير، فعشان كده انا عاوز ازود سرعه الباص. هدف مثلا وانا قاعد كده مع نفسي اقعد اختصر في المسافات والكلام ده كله. غريبه ليه العربيه البيجول البتاع بتاعها لجوه كده؟ بعد اذنك برضو ممكن تديني دي الكشافات، هنحتاجها اكيد، هاخدها معايا دلوقتي. الكشافات يا عم ميدو، لان الكشافات دي هنحتاج برضو نظبط اضاءه الباص، لسه هو في دماغي يعني، ولكن لسه برضو ما لقيتش ليه فكره، يعني انا ما لقيتش للاسف الشديد. ولو حد فيكم برضو عنده فكره او جت فكره في دماغه برضو يعرفني، يقول لي كذا كذا واحنا ساعتها هنطبقها ان شاء الله. بالنسبه للاسلحه اللي انت عايز تعملها والكلام ده كله هنعمله دلوقتي، ولكن بس انا بصراحه نفسي الاقي اللوتش باص بصراحه، دمي محروق صراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب اي حاجه يا رب. السرير ده حجمه نفس الحجم السرير اللي تحت ولا ده اصغر؟ ايه ده؟ ايكي؟ حلو حلو بتاع كده. كاوتش عجله، الكاوتش ده هيبقى اكبر من الكاوتش. ايه يا عم الطبليه الرخمه دي؟ هيبقى اكبر من كاوتش الخنفسه اللي احنا لقيناه تفتكروا؟ عارفين لو كبير ظبط معانا الدنيا شويه، خليه تحت دلوقتي. المره خليني كده اخد السرير ده، عايز اشوفه نفس حجم السرير اللي فوق. انا حاسس السرير ده اطول يا اخي، عارف ليه؟ حاسه كده كبير. واو استنوا كده، عمل حركه كده في دماغي. احنا كده حرفيا او رسميا قفلنا الباص من جوه. هل الكاوتش ده نفس حجم الكاوتش العجله ولا الكاوتش بتاع الخنفسه اكبر؟ لا كاوتش الخنفسه اكبر. خلاص خلينا على كاوتش الخنفسه، نبدا نتحرك من هنا، نطلع على الطريق وبعد كده نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. بس انا كان نفسي يا عم ميدو انت نسيت على فكره تمشي في الضلمه. يلا مش مهم عادي، نطلع الطريق وبعد كده نمسك خط ونشوف مثلا اقرب بنزيمه لينا او ممكن نلاقي عربيه نقل اي حاجه. احنا عايزين كاوتش اهم حاجه للباص ده عشان نعرف نمشي. دلوقتي احنا طلعنا على طول في وشنا من غير ما ابص على اتجاه البنزيمه كان فين، يعني عايز اشوف الاتجاه اللي باصص على الشارع عشان اقدر امشي من عليه. لا 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 ده على الاخر بس. حلو ماشي على فكره، يفهم الغرض. عارفين لو ينفع اصلا كنت احط الكاوتش ده ورا واجيب كاوتش من العادي قدام هنا ويظبط كنا جبنا، لانه ساعتها ورا مش هيتاثر قوي زي قدامه. وبعدين انت لو تيجي تفكر فيها شويه اصلا الحمل كله على الكاوتشات اللي ورا قايلين لما قايلين بس. طيب انا حاسس ان انا بدات اتوه صراحه، يعني لا لا ما بداتش اتوه، انا شايف الطريق قدامي صح. يا نهار ابيض على الكاوتشات الصغيره. انزل حط لايك واشترك في القناه. با ايه ده؟ ايه النط ده؟ في منكم قال لي يا عم ميدو انت غيرت الطقم بتاعك ولا ايه؟ ايوه غيرته كده للطقم الابيض، مناسب يعني الماب التلج وكده، مع ان انا بحب الاحمر اسود كده، الطقم بتاعنا المشهور اللي بدانا بالسلسله وكده، ولكن ان شاء الله هطلع بس من باب التلج ونبدا نجيبه تاني، لان بصراحه انا حبه جدا جدا جدا. في منكم قال لي برضه يا عم ميدو انت ما كانش المفروض تدخل ماب التلج اللي انت مش مستعد له دلوقتي. يا نهار ابيض ايه اللي حصل؟ ليه انا عملت ايه طيب؟ في ايه؟ ليه الفرمله دي حصلت؟ في ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه. وفصل الباص، معنى كده الكولينج بتاعه وقع اكيد. يا نهار ابيض ثواني يا اوبا، ليه الدنيا كلها قاعده تطير مني كده؟ انا ايه اللي بيحصل لي بالظبط؟ خلينا انزل الف كده، بص بس على الباص ده من هنا. يا ولاد في ايه بالظبط اللي بيحصل؟ الكولينج راح فين؟ لا الكولينج راح فين يا شباب؟ اهو الحمد لله. يا لهوي ادخل جوه الباص بسرعه. شفت الدنيا بايظه، مش عايز يشتغل الباص. يا نهار ابيض مش هيمشي، هيمشي بصعوبه، هيمشي بالصعوبة، لازم ايوه اديله كده بتاع عشان يطلع. لا 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 يا جماعه الاكسدام ده الصراحه هيعمل لي مشاكل كتير واحنا ماشيين، ده كده هيبهدل لي الدنيا. طب بصوا انا هجرب حاجه، خلينا نفك ده ونحط ده وامسك الكاوتش ده اركبه فين؟ جوه هنا، ولكن خليني ادخل ده بس هو اللي جوه. ادخل معلش جوه.
وحط ده بره. ايوه ونشوف، لو مش طبيعي خلاص ما مشيش يبقى هنرجع كل حاجه. الاكل ده بيزود الدنيا خالص والله يا جماعه، انا الواحد عنده برد بطريقه رهيبه. يا رب يمشي عادي. مش طبيعي. لا بس قاعد يزود كده جامد كده، يعني معنى كده الحراره هتزيد. لا الحراره ثابته بتاعت الباستا. كويس خلينا هدي شويه. لا 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 مش نافع كده، مش نافع. بعد لما طار مني بهدل الدنيا خالص. الحمد لله العدادات لسه موجوده، بس انا شايفين الحراره الار بي ام عالي قوي، والبنزين عندي بقى الربع، يعني قصدي قل الربع، فلازم نحاول نزوده. ايوه بدا يشد اهو. معقوله الكاوتش الصغير يخلي الباص يجري اسرع؟ خلينا نوقف الباص ده ناخد منه الكاوتش بتاعه احتياطي. في يا اسطى انا عندي فكره حلوه ممكن اعملها فيه، ممكن افك الكاوتش بتاعه وانا ماشي. استنى خلينا نوقفه. اقف يا عم. ايوه انا مافيا يا اسطى. يا اسطى فك الكاوتش يا ابن اللعيبه، فلت ازاي ده؟ يا انا كنت عايز افك الكاوتش بتاعه وهو ماشي، كان هيبقى الموضوع مضحك. يا نهار ابيض، الكشافات دي شغاله ولا طارت؟ كله شغال. طب تمام، يلا يا اسطى دوس براحتك 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 براحتك. عنيف اول بتاع ده. بص كويس ان هو ما بيزيدش للثمانيه، لان هو لو زاد للثمانيه الباص مش هيشد معانا، هتلاقيه بدا يوقف. بص انا عندي فكره ممكن اعملها، بس يا رب تظبط. استنى كده، يا رب تظبط يا رب. يا لهوي، استنى يا اسطى، استنى 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 استنى، الباص بتاعي هرب. وراه روح وراه روح وراه. يا نهار ابيض الباص بتاعي، لا هيعدي. يا نهار ابيض، استنى يا اسطى. يا لهوي خلاص وقف. طب خلاص يا اسطى متشكرين، شكرا. اقف بس. تسلم يا مدير حبيب قلبي. عربيتك بتدخن يا اسطى، لذلك انا هاخد الكاوتش بتاعك حبيب قلبي. يلا توكل على الله بس روح. ايوه الكاوتش بتاعه وقع تحت. وات، كاوتشك بيختفي يا اسطى. طب هات الكاوتش التاني يا اسطى، اركبه هنا. ايوه هسلك بيه بس لما ربنا يسهلها معايا، وبعد كده هبعت لك الكاوتش دليفري. ماشي يا اسطى حبيب قلبي، سلام عليكم في امان الله. والله الراجل ده محترم يا جدعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه اللي على الارض ده؟ تربو وال. خلاص افصل. بس شدت الفرامل ولا لا؟ ازاي ما شدتش الفرامل؟ مشدود. تعالى كده يا كبير. بالمناسبه في منكم قال لي يبقى جرب الباص بتاع لونج درايف في اليورو تراك. ان شاء الله الحلقه الجايه في يورو تراك ان شاء الله، لو لقيت الباص او لقيت الشاحنه هنجربها ان شاء الله. بس السؤال الثاني هو التربو اللي هنا راح فين؟ واو سامعين صوت الهواء مخيف. اهم حاجه ان احنا لقينا ستيب خليه محطوط هنا. حظنا اصلا الجميل المخزن فاضي، يعني انا مش عارف ايه الحظ بتاعنا ده، احنا حظنا اروع من الخيال بصراحه. طب بالظبط دي في منكم قال لي تقدر تاخدها؟ اكيد طبعا مش هقدر اخدها، جربنا قبل كده الموضوع ده كتير وللاسف ما قدرناش ناخدها. البلد ده لو خدناه وحطيناه في الباص هيدينا لون جامد في العادم بتاع الباص. طبعا في هنا 51 لتر اويل. طب استنى خلينا ناخده. يا نهار ابيض على الهوا، بالليل بيبقى شديد جدا، كفايه البرد اللي احنا اخدناه منه ربنا يستر. الاستيكر ده خلينا نحطه هنا، لان الاستيكر ده اللي كنت بدور عليه، لو اقدر اثبته هنا هثبته. عايزك ممكن تثبت هنا. ايوه خليك متثبت هنا كده. لك الحاجه تحط هنا على الباب كده بالمره. ايوه خليك محطوط كده، ايه يعني كنوع من عشان برده ما افتكرك. خلينا اخد الجيركن ده جوه، ده بس ازود البراميل اللي جوه زيت، ونبدا نزود الماتور بالمره عشان كده يبقى ايه 100 100. طبعا ده ما شاء الله باخد 30 لتر زيت، دي حاجه جامده جدا. شكرا يا كبير. قفل، افتح غطا الماتور وافتح الغطا. 5 لتر. امال ليه في العداد بتاع البتاع كاتب لي ان هو نازل الربع بس؟ المفروض هنا الربع في العداد بتاع الباص، يعني المفروض يبقى هنا بالظبط 2.5 لتر ناقصين، لكن انا الاقي ان هو ما فضلش الا 5 وشويه. لا كده بصراحه عداد البتاع ده كذاب صراحه، يعني انت بتكذب عليا يا اسطى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدا نتحرك نطلع من هنا. انا عايز اشوف مخزن مليان عشان اقدر اظبط الدنيا بتاعتي دي، ما هو كده مش هينفع بصراحه. تقريبا فضل معايا واحده من بتاعوت العربيات النقل اللي احنا بنلاقيها، اللي احنا بنعملها ترابيزات دي، فضل معايا واحده تحت السرير تقريبا. لا بس يا عم ميدو انت اللي عندك راحت. صحيح اللي عندي راحت صحيح، ما احنا استخدمناها تقريبا حطيناها في المطبخ. ايوه بس انت كان معاك واحده ثانيه، هي راحت فين؟ بصوا احنا هنعمل حركه حلوه برده النهارده، خلونا نظبط اوضه النوم عشان صراحه انا عايز اظبط التلفزيون بطريقه معينه كده احترافيه، وعايز اخلي السرير اللي فوق عايز انزله واحطه كده في اخر البص من ورا، يعني عايزين نظبط المكان شويه. يا عم ميدو انت هتحيرنا معاك ليه؟ احنا اصلا في خشبتين حاطينهم على الباب، بس دول اعتبرهم مش موجودين يا عم ميدو. ايوه صحيح عندك حق، اكشلي ذيس از جود ايديا. طيب والمطلوب يا عم ميدو؟ مش عارف والله يا شباب، انا اتحيرت فعلا، عايز اخرم صراحه، خليني امسك الطريق اللي هناك ده على طول، بس في نفس الوقت خايف ان يطلع مثلا في طريق هنا او حاجه، قصدي مبنى او حاجه. خلينا ماشي كده في الاتجاه ده، بفكر ارجع زي زمان امشيش الا في النهار بس، فاكرين في بدايتنا بفكر اعمل كده. بس المشكله في ما بالتلج انتوا شايفين بيخلي الحته كده كلها بره منوره، مش شايف منها حاجه، فقعه كده والدنيا فيها وحشه قوي، فمش نافع. هلا والله بالارنوب. في منكم قال لي على فكره التكييف اللي احنا حاطينه في الباص، قال لي زود كمان 2 بحيث تحط 3 في الباص واخر واحد يبقى فوقك هنا، يعني هو قصده زي الباصات الحقيقيه او زي اللي بتكون موجوده في المترو. والله افتخرت. اخ ايه ده ده ده، خلاص امسك الطريق امسك الطريق تاني، احنا اسفين والله. امسك الطريق يا عم. لا مش مستعد بصراحه لكاوتش يطير مني او حاجه زي كده، لا مش مستعد. والاكسيدام ده برضه عايزين نعدله برضه ونغير شكله شويه يعني. اخ
خلاص مش عايزين نعدلك ولا نغير شكلك، يخرب بيت شكلك. استغفر الله العظيم يا رب. ده ايه اللي عمله ده؟ طير كاوتش الباص ابن اللذين. هو كاوتش الباص طار فين يا اسطى؟ الكاوتش وديته فين يا اسطى؟ حرام عليه. انا فاكر ان هو طار هنا، ما طارش بعيد يعني. اوبا، لا يكون نزل تحت. لا مش نزل تحت، كاوتش الباص اختفى. قولوا لي ليه؟ لان الكاوتش ده اللي احنا واخدينه من البوت. سبحان الله، الحاجه الحرام ما بتدومش. سبحان الله. يلا خلينا ناخد الكاوتش بتاعنا. الحمد لله اللي احنا لقينا كاوتش غير اللي ضاع او اللي اختفى. خلينا نركبه هنا ونكمل مسيرتنا. الله يا رب يكملها على خير. بس الاكسدام ده فعليا عامل لنا مشكله. في منكم قال لي حاول تظبطه بوز يعني احسن من كده؟ وانا بصراحه اللي انا هعمله ان شاء الله هخليه جاي بالجنب كده زي جرافات الجليد، عارفينها بتاع اللي بتزق بالجليد، عالي كده من على الشمال ونازل ناحيه اليمين، هيبقى الموضوع جامد. وبالنسبه للكشافات برضو عايز اطلعها من عند الاكسدام برضو، ممكن مثلا نخليها مثلا مش عارف، هنظبطها مع بعض. انتوا برضو اكتبوا لي تحت في التعليقات، وممكن مثلا لو مش عارف توصف لي ارسم الرسمه مثلا على الكتاب، او لو انت عندك اللعبه حاول تعملها وبعتها لي في ديسكورد، لينك تحت في وصف الفيديو. او بتاعه المايه الكبيره دي فاكرينها في بدايه الحلقات بتاعتنا، يا كانت رهيبه. طيب اللي خليني بقى احود بقى في الطريق كده وارجع تاني، خليني اخرم المنطقه دي احسن لي، اظبطها بس بالظبط عشان نبقى ماشيين. حطيت لايك واشتركت في القناه؟ لا انزل حط لايك واشترك في القناه. طبعا يا شباب انا صوتي يعتبر دلوقتي كويس شويه. اوه لا 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 لا، يستاهل على فكره، يستاهل ان احنا نمشي في الطريق. خلينا ايوه بس نظبطنا قبل ما النهار يجي في هذا الاتجاه، نمشي ايوه في الاتجاه ده على طول علشان نمسك الطريق ونختصر المسافه علينا. طيب السلاح ده اقدر احطه هنا ولا هيطير ورا؟ كنا هنخبط في الشجره. لا احنا بالفعل خبطنا يا عم مين. كاوتش طار يا عم مين، يخرب بيتي يا اخي الكاوتش اللي ورا اللي كل شويه يطير ده، انا زهقت منه والله. واحد يقول لي يا عم مين ما انت طبيعي، ما انت كل شويه تطلع لي بره الباص في التلج. يا نهار ابيض، لا ما تقوليش ان هو اختفى. يخرب بيتك انت، ايه اللي وداك هناك؟ خليني اروح بالباص يا عم، انا هيجي لي شلل، انا هقعد اجري ورا كل شويه ورا الكاوتش. لا لا انا هيجي لي شلل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه امشي براحتك، امشي براحتك خالص. ايوه على الهادي خالص، بس اركن بقى هنا بوم ويلا نمشي من هنا. نقعد كل شويه نفك وننزل ونفك وننزل. يلا بينا، بسم الله توكلنا عليك يا رب. طريق احنا قلنا هو فين؟ الواد ده بيجوع كتير كده ليه؟ يمكن تقريبا عشان الشتاء وكده فبتلاقيه بيجوع كتير كل شويه، ممكن. بس طبعا مش هعرف اكل. خلينا نهدي البص ده شويه. ايوه اهدى شويه، ثواني يا شباب وجاي. اخ شفت انا طرت بسرعه زي واسطه، وقعت وقعنا. الحمد لله لبنا نداء الطبيعه اخيرا. يا سلام الوجبه دي خفيفه ازاي ورهيبه. ايوه كده. طيب بصوا بصوا ضحكوا، احنا دلوقتي نازلين صح؟ دايس بنزين. بصوا طب لو سيبنا بنزين، انا كده هديت البص خالص ودايس دبرياج، المفروض كده السرعه تزيد. اصل دايس بنزين الماتور خلاص جاب اخره. ايه يا معلم امشي براحتك زي الناس. اوب اوب اوب، شايفين العربيه النقله دي؟ حاول اوقف اخد الكاوتش بتاعه. بس والله انا محتاجك. اوقف اوقف اوقف. ايوه خليني بس احط الكاوتش ده جوه. سلام عليكم، ازيك يا عم الحاج؟ انا بس كنت عايز كاوتش من كاوتشاتك بس، ممكن؟ سلام عليكم، كنت عايز كاوتش من كاوتشاتك بس يا اسطى، هاخده بس معايا كده واظبط الدنيا بس، لان بصراحه البص عندي انت عارف لازم الست كاوتشات يكونوا راكبين. اما انت عندك مش فارقه يعني، لو ثلاث كاوتشات هتمشي عادي، لان انت دافع رباعي عكس انا دافع خلفي بس. فشكرا يا كبير وحبيب قلبي. عموما بص في موقف باصات هناك، لو في باص واقف هناك او شاحنه او يعني حاجه كبيره ساعتها هسيب لك الكاوتش هناك او هركبه لك. ماشي حبيب قلبي. يا جدعان الراجل ده محترم جدا وذوق كده، قال لي ماشي يا اسطى خد الكاوتش وربنا معاك ويقدرك وتوصل بالسلامه. والله انت محترم يا اخي، روح يا اخي الهي ربنا ينفخ لك عجلك ويطلع لك كاوتشاتك. وات از ذس مان، وات از ذس يا برو، وات از ذس. ثواني يا اسطى، ثواني بس يا اسطى كده، ثواني بس يا رب اللي في دماغي يا رب. 155 لتر ديزل، الله اخيرا يا جدعان اخيرا. انا مش مصدق نفسي، كاوتشات نظيفه وجديده. جه السواق ده؟ طب بص انا هحط له البتاع بتاعته هنا عشان يشوف هو جاي. ايوه وحتى فيها الخير، والله ما نزلت تحت الارض ولا حاجه. تاني حاجه انا كنت بصراحه فكرت اخد معايا المقطوره دي، بس افتكرت ان انا اصلا محتاج كاوتشات. خلاص هنحاول نرجع المقطوره دي ورا، ناخد منها البنزين بتاعها وخلاص. هنعمل ايه طيب؟ محتاجين بنزين طبعا وبتاع وكده، وفي نفس الوقت محتاجين الكاوتش. واو المقطوره دي خفيفه لدرجه ان انا زقتها زقه اتحركت ازاي بسرعه. بعد اذنك بس يعني انت فاهمه الموضوع غلط على فكره، يعني انا عايزك كمان تيجي لي هنا بس، ممكن مثلا نزق زقه كده وبعد كده نيجي كده كده. ايوه ايوه بعد اذنك يعني لو كده تمام. بس شد الفرامل لسه يعني شويه كبير، لسه شويه بس صغيرين. بعد اذنك بس مؤاخذه يعني، ممكن شويه برده سنه لورا بس، شويه شويه صغيرين شويه صغيرين، شويه بسيطه جدا والله بسيطه. بس 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 بس
بسيطة يا حاجة، بسيطة بسيطة. ايه يا لهوي ايه؟ طب دي إيه؟ لا 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 لا، بتفلت 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 يا شيخة والله. لا انت زعلانة يا شيخة، بس تعال تعال بس يا شيخة والله، ما انت زعلانة بس بس يلا عشان تشد الفرام بس 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 بس. لا طلعتي قدام تاني ليها رخمة. طب بص خليها ترجع واحدة واحدة، واول ما توصل هشد فرام. جاهزين؟ شد ان شاء الله، ان شاء الله تكون وصلت ان شاء الله. لا لسه سنة بسيطة جدا حبيبي يا زميلي، في امان الله يا صاحبي، ربنا معاك ويقدرك على المعطورة اللي وراك. كمان سنة بس، استنوا بس، هو ايه اللي بيخبط هنا؟ رجل. الرجل دي يا شيخ، روحي بقى خلاص، مش عايزين رجول بقى. يلا معلم ارجع ارجع ارجع، شكرا. نبص كده بصة نشوف. لا لا بس محتاجين كمان مرة، ولكن ممكن نزقك كده سنة جوه. بس بس بس، ده ماشي بموتور كهربا يا حاج. يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ بس يلا يا ابن المجنونة، عشان تعني معاك باتور كهربا يعني تزل لنا؟ طب اهدى بقى اهدى بقى اهدى كده بكاوتشك ده، وريني كده الماتور اللي معاك الاحمر. يا اخي ماتورك الازرق يا اخي، يا اخي هات الماتور الاحمر يا اخي. بص زي ده ما ينفعش يمشي بالماتور ده يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله، قلب لي البص ابن اللذينة. بص ايه قلب لي المقطوره. استنى يا اسطى استنى، خلاص خلاص خلاص، المسامح كريم همشيك. خليني بس اديله الكاوتش ده. خد خد الكاوتش ده، استنى يا ابني يا حبيبي استنى. لا حول ولا قوه الا بالله. تعالي انت بس، اهم حاجه انت تيجي وتكوني بس، ما تزعليش اهم حاجه، بس تعالي كده. ايه عايزين ناخد منك شويه جاز بس يا اخي. انا مش عارف ايه يعني العبره، ان يعني المقطوره مش عايزه تمسك في، يعني مش عايز تيجي قصاد البتاع دي، مش فاهم. بس والنبي يا شيخه خلاص، احاول ازقها. ازقها ازاي دي؟ ازقها ازاي؟ يا لهوي علينا، النهارده مش هنخلص من العربيه دي غصب عنك والله. لاخد منك البنزين يعني اخر اللي هو الديزل بتاع. انا دلوقتي متضايق يا جدعان، متضايق فعلا. ف يعني ايه، تخيلوا بقى ان احنا متضايقين وكده. بص رجلي شغاله، كنا غصب عنك. بس خليك ضربه فرامل، انا هحاول اعمل حاجه كده بالبص. ايوه سنه سنه، خد خد براحتك، سنه سنه سنة سنة بس كده، بس ما تتعبش حضرتك اكتر من كده. احنا هنفك دي وهي ان شاء الله هتنزل على الجري. ايوه ان شاء الله ان شاء الله هتوصل بالسلام ان شاء الله يا فندم ان شاء الله يا فندم. بس شد الفرامل، نبص بقى كده. طيب بعد اذنك ممكن تروح كده، افتح كده الحنفية بالراحة نشوف. طب بعد اذنك بس ممكن تروح هناك تاني يا جدع. روح يا جدع يا جدع، ادخل يا جدع يا جدع، حرام. اقفل يا حبيبي اقفل يا حبيبي اقفل. هنشوف ايه نهايتها دي، ما احنا مش هنخلص النهارده، وانا اصلا مش هسيبك الا ما اخد منك البنزين. علي كده المره دي، شد تاني نشوف بقى كده. ايوه المره دي بقى المفروض تتملى بقى. ايه الرخامه بتاعتك دي؟ ده انت احنا فيها رخمه. ها ولا بتم بتملى اهي بالراحه. وهنا طيب يلا زود بقى على الاخر واديله يا مدير. ايوه هو كده، املى بقى براحتك وخد راحتك على الاخر. متشكرين لحضرتك جدا كده. خلاص فلنا الباص، نبدا بقى ناخد الكاوتشات. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد الكاوتش الاول. هي الباص رجع زي ما كان، يا سلام. بعد اذنك بس اركني هنا، كنت اتمنى والله ان احنا نلاقي المقطوره الثانيه، وكنت اتمنى ان احنا نلاقي المقطوره دي بس مليانه على الاخر. ان شاء الله لو لقينا المقطوره زي دي قدام ان شاء الله ان شاء الله هناخدها، بس تكون مليانه. خليني اخد ده، اخلي معايا اتنين ستيرن جوه، حلو احتياطي، هسيبهم هنا كده معانا. بعد اذنك بقى خلاص انت دورك انتهى، فخليك هنا بقى ما تقعديش زهقي فينا. هات لي النظيف بس يا باشا بعد اذنك. ايوه احنا عايزين الناس النظيفه. استنى بس ثواني ثواني بس ثواني، الكاوتش ده نظيف. بعد اذنك انا هاخد الكاوتش بتاعك، وانت خد ده هنا وهات لي ده. ايوه الكاوتش والطرب كده النظاف كده مع بعض، عشان احنا بنحب نمشي كده ايه بحاجات جديده. انا صراحه بحب كده حاجات بقى قديمه بقى ومصديه والكلام ده كله، ما بحبوش صراحه. دي هنحطها فين؟ خليها جنبها. المشكله الثلاجه يا دوب لازقه. مطور ليه مش عارف تحط ثلاجه اصغر من كده؟ كنا نحط فوق التلفزيون ونرتاح. يا سلام، تحس يا اخي كده الماتور شم نفسه، تحس كده البص يعني الحياه رجعت له تاني، بس بدا يمشي اسرع، ولا احنا اللي حاسين بكده، ولا هو ده الطبيعي بتاعه؟ معرفش، بس انا حاسس كده ان هو واو. شايفين بيعلى عادي ازاي؟ ايوه وفي طلعه. يا سلام، شد شد يا كبير، شد واديله يا اخي. الواحد كده حاسس ان هو منتصر بعد ما ظبط الماتور بتاعه. حطيت لايك واشتركت في القناه ولا لا؟ نهار ابيض يا نهار جمدان يا جدعان. عو حطيت لايك ولا لا؟ يا لا والله البرد ده بيعمل معجزات والله، سبحان الله. يعني بعد المشاوير دي كلها والمسافه دي كلها ما فيش الا البنزيمه دي. يا عم مطار اللعبه، انت المفروض يا اسطى تظبط الدنيا، هطخك صدقني هطخك. لازم يعصبنا الراجل ده والله، لازم يعصبنا. استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده، انا حسيت ان انا كنت شايف بص دلوقتي. ايوه الرجاله دي، خلينا ننزل الرجاله دي اضربهم من بعيد، عشان احنا مش ناقصين قرف صراحه. الواد ده بيلعب ولا ايه؟ ده عايز يركب العجله ويمشي ولا ايه؟ لسه في اصوات تاني. السلام عليكم.
شايف الدم يا اخي مال البيت ازاي؟ نام يالا، نام يالا بشكلك الغريب ده يالا، انت شكلك غريب قوي. انا نفسي افهم في حد بيموت وايديه تبقى جنبه، لا حول ولا قوه الا بالله. اوف نسينا نقفل الغطا. عايزك بس ممكن تاخد ده تخليه معاك. شكرا يا قلبي شكرا. اخ يعني كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الحلقه. الحلقه الجايه ان شاء الله هنظبط اوضه النوم هنا، ممكن نحط الترابيزه هنا في المكان ده، لاني انا بفكر ان انا اخلي الترابيزات كلها على اليمين كده، والشمال ده برضو هنعوز نعمل فيه حاجه تانية. ايه هي لسه ما اعرفش الصراحه، ولكن في افكار رهيبه جايه للبص. ما تنسوش طبعا باللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير في حلقه جديده، في امان الله، مع السلامه. هلو ايفريوان، ماي نيمز ميدو. اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.